قمر ده بقى، ده قمر، ده ده الحلويات بتاعتنا. وبحبه قوي، انا بحبه قوي الراجل ده. انا بجد اول مره اشتغل معاه وبسمع عنه كتير كتير، بس ما اعرفش ان هو باللذاذه دي. يعني انا ما اعرفش ان هو باللذاذه دي ممكن يخض في الكاميرا والناس تتخض من ده. ده حنين جدا يا جماعه، وطيب جدا، وانسان قوي 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 فوق ما تتخيلي، انسان بمعنى الكلمه. لا 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 انا بحبه قوي. اتبسطت جدا طبعا، هم يستاهلوا ويستحقوا ان هم يكملوا النجاح بنجاح اكبر ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يشاور في الجزء الثاني. ويعني انا دايما برضو كنت بقول بقلق من فكره جزء ثاني وكده، بس انا مش قلقانه معاهم، مش عارفه ليه. يعني اول مره تحصل لي الحاله دي، ممكن من كواليسهم، من ان هم كلهم ايد واحده كده. يعني انا ما حسيتش ان في، حاسه ان في اللي هي المنافسه الشريفه قوي بجد والله. يعني مع النجوم الخمس نجوم او ست نجوم الموجودين، المنافسه بينهم شريفه، كله عايز يعمل شغله على اكمل وجه، بس كل واحد عايز يعمل حاجه حلوه، فكلهم طالعين حلوين الحمد لله. يعني كلهم طالعين حلوين، فانا يعني حاسه ان لا ان شاء الله ربنا يشاور بالجزء الثاني برضو وينجحوا نجاح اكبر، يستاهلوا والله. بصي انا مش مخططه لاي حاجه، انا دايما يعني 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 لسه الدنيا معروض عليا شويه حاجات، بس ما فيش حاجه عملت عليها ابروف. بس الجديد اللي هينزل لي اللي هو استرداب ده، انا كنت مصوراه قبل العتاوله، فانا مستنيه اشوف. يعني لسه بقرا دلوقتي شويه حاجات، لو اوكي اكيد هعلن عنها، بس انا لسه ما اديتش ابروف، يعني ما اديتش الاوكي عليها. اكيد اكيد انا يعني بصي مشكلتي في اللي بقابلها دايما، ان انت بتبقي في وقت ما عندكيش حريه الاختيار، ولسه انا ستيل ما عنديش حريه الاختيار، بس عايزه على الاقل لو يعني ما فيش الحريه دي يبقى في نصها. طيب اللي هو يعني ما بعيدش نفسي، لا بس يعني اخد الحاجات اللي ممكن احس انها هتضيف لي على الاقل نفسيا. فهي دي اللي انا ماشيه، يعني دي الحاله اللي انا ماشيه بيها دلوقتي. لكن فكره ان حريه الاختيار في, في, في ان انا هي موجوده، بس مش مع اي حاجه. يا رب انا اللي مبسوطه بيكي. يا روحي.